السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. نتحول أيها الأحباب الكرام إلى إقليم باب الرد. معنا الأخت الوزنة. السلام عليكم عم الحاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عم الحاج كيف سينا؟ لاباس عليك؟ الله يطول عمرك بنتي. ولادك لاباس عليهم؟ العائلة كل شيء مزيان؟ حفظك الله ورعاك الله. والله واش المباركات، خلي لكم الصحة والسلامة وطول عمر إن شاء الله. يا ربي يا كريم. وكنشكركم عمي، وكنشكر الأخ سامي، وكنشكر الطاقة من راديو من الصباح حتى المساء. الله يوفقكم، الله يعطيكم، أتمنى فرحكم كاملين عمي الحاج. يا رحمن يا رحيم يا رب. عمي الحاج بغيت يعني بغيتكم تدعوا معايا. لا إله إلا الله. تعالوا عمي الحاج. لدى الوزنة أنك نعرفك أنت مسكينة فاقدة للبصر. أيه. وعندك مشكل في الأعضاء ديال خصك الترويض، وكتعيش في ظروف صعبة. وراني سمعت من طرف الأخت مريم من الشاون أنك انخرطتي مع المجموعة ديال المكفوفين، وأنك الحمد لله صرتي تحفظين القرآن الكريم. أيه. وتغلبتي عن أزمتك النفسية رغم ظروف العيش القاهرة، ورغم أنك تعيشين في مرتفع جبلي ومقطوعة عن الناس، ولكن المذياع والهاتف هو أنيسك. أيوة عمي الحمد لله، عمي الحمد لله، حيتاش تليفون أنا ضحكة محصات، والحمد لله كان صمتكم حسنتوا مع عمي وشجحتوني، والحمد لله. وخبق الظروف ديالي يعني النفسية ديالي مريطة، بالحق الحمد لله معكم عمي، الحمد لله ولله الحمد. لا إله إلا الله. الله يفرج عليك بنتي، الله يفرج عليك. ودابا شوية عم حفظنا شوية القرآن تبارك الله، دابا نحفظ 30 سورة، ودابا أنا في 31 إن شاء الله. تبارك الله تبارك الله، الله يبارك فيك بنتي. امين عمي. بغيتكم انا اخر مره كنت تكلمت معك لقيتك يائسه ومكتئبه وحزينه جدا، وكانك لا تعيشين في هذا العالم، كتعيش في واحد الجبل في باب الرد. منذ ان ولدتي لم تخرجي من ذلك المكان، فاقده للبصر، وعندك مشكل حركه، ترويض في الـ في الـ في, الـ في اليد والرجل. لا اله الا الله. الحمد لله عمي، دابا بديت كنفقد اليد والرجله ديالي، ماشي شويه بشويه عمي، بديت نتقدم لواحد الدرجه اللي ما تصورش يا عمي. الحمد لله. لا اله الا الله. وقالك تساقط الاسنان، هشاشه الاسنان. لا اله الا الله. كيف بدات؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. السنان وضربتني عمي في الشعر ديالي، الحمد لله ولله الحمد. ان شاء الله هذا القران سيكون لك علاج إن شاء الله تعالى. سوف يبدل الله دمك خيرا من ذلك الدم، ويبدلك الله لحما خيرا من لحمك، وعظما خيرا من عظمك، وشعرا خيرا من شعرك، وسنا خيرا من سنك بإذن الله. أمين عمي. بغيت نقول لك واحد الحاجة عمي، الفضل كامل كيرجع لي لك نسينا لعمي الحاج طيب كريدان، وكيرجع للطاقم من راديون، أنتم اللي خرجتوني من هالمحنة وخرجتوني من هالدوامة ولله الحمد. انتم الاسباب ديالي اللي لقيتني مع المجموعه ديال الجروب عامي اللي كنحفظ فيها القران، الحمد لله. لا اله الا الله. وبغيت عمي نعرض لكم واحد الصوره. ايها بنتي. نعرض لكم الخواتم البقره الى كتاب ان شاء الله. ايها بنتي نسمعوا لك الحمد لله. وحنا اول حاجه كان فرحانين بالتواصل ديالك، لانك انت دستي بمراحل صعبه للغايه وبمشاكل كبيره، فقر ومرض وحصار، ومع ذلك لو إنسانة أخرى مقامك ربما فعلت في نفسها الأفاعيل، وربما فكرت في الانتحار، ولكن أنت الحمد لله ببركة الإيمان في القلب ديالك زدت في نور على نور، وصلاح في صلاح، واجتهدت في حفظ القرآن الكريم، وهذا غيخرجك من جميع الصعوبات، ويفتح لك الله بأبواب التيسير والرزق الحلال. تفضلي بنتي نسمعوك. بغيت أول حاجة نبدأ لكم بالصور القرآن إن شاء الله، وثاني حاجه بغيت عمي ان شاء الله بالنادي هذا للمحسنين، وفي الختام ديالي غنختمكم بالدعاء ان شاء الله. واخا بنتي تفضلي. عمي ان شاء الله في الدعاء ديالي بهذه الليله هذه مستجابه عمي،
ولا اثر للاذاعه المستمعين كيسمعوني رجلي جدا معايا يقولوا معايا امين عمي. يا وهذه الليله راه مباركه، هذه ليله النصف من رمضان، هذه النصف من رمضان فالدعاء مستجاب باذن الله. لا لا الله بسم الله. اسمعوا بنتي تفضلي بنتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كلنا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. صدق الله العظيم. تبارك الله عليك بنتي، تبارك الله عليك، راك قريتي هذه الآيات خواتيم البقرة، راه كل القرآن نزل فوق الأرض إلا خواتيم البقرة نزلت ليلة الإسراء والمعراج في السماء العلى من غير جبريل، من الله تعالى إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم دون وسط جبريل. لا إله إلا الله. السلام عن الحاج. نعم. بغيت أنا ينادي عن الحاج لأخوتي المحسنين والمحسنات اللي كانوا معايا في الاستماع عمي، يقدموا لي اليد المساعدة عمي، أنا كنطلب الله تعالى وتبارك يلاقيني مع المحسنين عمي، أنا محتاجة نعمل عملية على راسي عمي، عندي أمل نشوف عيني، وإلا ما كانش عمي الجهد العملية العيني واخا نعملها عمي غير ترويض اليد والرجلي، حيتاش عمي درت كنفقد الرجيلة ديالي ويدي درت كنفقدنا عمي، الواحد شنو نقول لك يعني، يدي ما بقاش يساعدني اللوض وما بقاش يساعدني التصوير وما بقاش يساعدني بزاف الحاجات عمي. لا اله الا الله. وكنتمنى اخوتي المستمعين انا كنبلغ لهم الرساله اللي هو عمي الحاج كريج جا عندي حتى البرنا وشافني بعينه وتغدى معايا يعني وقيلت معايا عمي ونسينا عمي الحاج اكد لهم هليا 100% باش يعرفوني اخوتي المستمعين. اياه بنتي شت كل شيء بعيني بنتي اياه. لا اله الا الله. هادشي اللي كنقول، والحاجة الوحيدة عمي عاود اللي كنطلبها منك عمي، واخا لا ما ساعدونيش لها الترويض لها العملية لا راسي عمي، كنطلب شي محسن لا شي محسنة عمي، واخا بقى تقدم لي غير المساعدة غير 50 درهم في الشهر عمي نحفظ بها القرآن. أييه كثيرة عمي كثيرة بزاف 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 ليلي أنا، حيتاش حنا كنا كنحفظ القرآن عمي ضروري خاص نكون كنعبى التليفون ديالي، أنا كنحفظ في التليفون. لا إله إلا الله. كنتمنى عمي الحاج كنتمنى اخوتي المستمعين والمستمعات اللي يسمعوني ويرحم قلبي مهليا ويلاقينا الله تعالى وتبارك مع قلوب رحيمه يا ربي يا ربي يا ربي. وما نكذبش عليك عمي الحاج انا بغيت نرجع نشوف بعيني، حيتاش علاش عندي الصحة عمي وعارفه يجي واحد الوقت اييه فنقدر نتقابل الوالدين ديالي عمي ونتقابل الخوت ديالي ان خوتي بيتاخروا عند مولات الناس، وانا عمي كنفكر التفكير اللي ما كيخلينيش عمي تنحفظ القران بالصعوبه اللي كنحفظ، ما كنفكر المسار ديالي كيف غيتاخر لي عمي ما نكذبش عليك، حيت انا كنعرف شي البنات المكفوفين معانا فقدوا الوالدين ديالنا عمي والحمد لله ولله الحمد. لا اله الا الله. ما نتمنى عمي الحاج كنتمنى تقولوا برحينا معايا في السينا عمي الحاج. ان شاء الله بنتي باذن الله. وكنطلب منك عمي الحاج دعم لي واحد الدعاء للاخت ديالي الله يرحمها الحبيبه، انا عمي العمي فات فقط الاخت ديالي فقط الخال ديالي فقط عمي والعائله ديالي كما كان فقط شي واحد من العائله ديالي عمي كان يبكي وكنقول بيجي واحد النهار ونفقد الوالدين ديالي ونفقد الخوت ديالي عمي كما فقط الاخت ديالي عندها 20 عام عندها 20 كتصغير كنظن بقى لا اله الا الله عندها 20 عام. وبغيت فتا عمي بغيت يعني نسلم للشيخ صحابات البنات ما في الجروبة عندي نجلس في الإذاعة كنسلم للأخت نجاة من دار بيضاء كتقول لك عمل لها الدعاء والله يرزقها شي زوج صالح وما الحجة الزهرة حتى هي والحجة عائشة مراكش والحجة أمانة الله
وكنسلم على السي حسن مدربيبه والمجموعه ديالو فاطمه مدام واختها واختها رشيده والمهم مجموعه كامله فاطمه الزهراء من الرباط واختي خديجه والمجموعه بالجروب ديالنا كاملين عاملين الحال. قلتي الوزن هذا الجروب مستأنسين الان انتم مكفوفين ومكفوفات؟ لا عندكم واحد العلاقه تهويه واحد النسيج الاجتماعي بعضياتكم كيفاش؟ اصبحتوا بحال خوت بعضياتكم كتواصلوا وكيتخفوا الهموم على بعضياتكم. اييه عمي هي وكنسلم للاخ جلال الاخ جواد هو اللي كيجمعنا في الجروب السي عبد النور هو اللي كيجمعنا وفاطمه من الواد املي حتى هي كتجمعنا في الجروب عمي وكنحفظ القران شويه عمي والحمد لله ولله الحمد. لا اله الا الله بنتي الله الله يفرج عليك. كنسلم للمجموعه كامله با حسن با عمي الحاج وكيدعي كيطلبوا منك الدعاء ديك السيد حسن كيطلب منك الدعاء عمي حيتاش هو مريض مسكين. كانت هنا الشفاء العاجل اقرب وقت وكندعي معكم المستمعين كاملين عمي الحاج داخل القاب الوطن خارج القاب الوطن وكندعي معكم كاملين انتم عمي الحاج وكندعي عمي مراتهم كاملين. شكرا لك بنتي. ودعي معايا عمي الحاج دعي معايا دعي معايا عمي الله يحنن القلوب ليا يا ربي. يا ربي يا كريم يا ربي يا كريم. دعي معايا عمي. شكرا لك بنتي شكرا الله يكمل لك الرجاء الله يحفظك ويرعاك لا حول ولا قوة الا بالله. هاد البنيه هذه العمر ديالها حوالي 30 سنه وهي فاقده للبصر نشات منذ سنتين في عمرها فقدت بصرها تقريبا كتعيش في الجبال جبال وعره المسالك في منطقه الحسيمه باب بالرد اللي زغدك المنطقه كيعرف بان مسالك وعره وانها بالاضافه الى فقدان البصر عندها مشكل الاعاقه في اليد والرجل كتلقى صعوبه كبيره في التحرك ومنذ أن ولدت لم تخرج من تلك المنطقة عمرها ما خرجت ولا سافرت ولا أنيسها هو المذياع والهاتف والحمد لله تقضي وقتها في ذكر الله صيام النهار وقيام الليل وحفظ القرآن الكريم. عائلة فقيرة جدا مشيت عندهم زرتهم شفت الوضعية ديالهم فعلا ناس محتاجين للمساعدة. أختها اللي كنشوفها معها كتوانسية وياها أصيبت بمرض سرطان والمرض كان فظيع والعلاج كان عسير وتوفيت تقريبا السنة الماضية وكتعيش حالة من الحزن العميق ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربي كريم بنتي إن شاء الله ربي غادي يفتح لها أبواب وأبواب وأبواب ديال الخير وأبواب ديال التيسير وإن شاء الله ما يكون إلى الخير إلى الأمام. حفظك الله ورعاك الله وبارك الله فيك بنتي الوزنة الله يشافيك ويعافيك ويحمل عليك القلوب وربي سبحانه وتعالى رزقك رزقا حسنا ويكتب لنا وليك ولجميع المؤمنين مكاتب الخير. آمين آمين. في هذا اليوم المعظم الخامس عشر من رمضان فيه الدعاء مستجاب لا يرد. اللهم عجل بالفرج اللهم عجل بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.